إنك إني كنت من الظالمين فنقولها عشرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وساعتنا هذه ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، إلا غفرته، إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، إلا فرجته، إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، إلا قضيته، إلا قضيته، ولا مسجونا بغير حق إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مكروها إلا صرفته، ولا محبوبا إلا قدمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا تفضلت علينا بقضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. دعوناك دعاء المسكين من خضع لك رأسه وذلت لك جبهته
وعنا لك وجهه، نسألك وندعوك دعاء المبتهلين، وننكسر إليك انكسار المتذللين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. اللهم إن لم نكن مع عبادك المؤمنين في صعيد عرفات فإنا نرجوك ألا تحرمنا رفدك، وألا تمنعنا فضلك، وألا تحرمنا خيرك، وألا تبعدنا عن بابك. اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا عن رحابك. إذا كنت للمحسنين فمن للمسيئين؟ وإذا كنت للصالحين فمن للمقصرين؟ وإذا كنت للعابدين فمن للمنكسرين؟ أبِاللهم صالحنا لطالحنا، ومسيئنا لعاملنا، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا لسعة رحمتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك، ارزقنا عملا بكتابك وسنة نبيك. اللهم ما من خير أعطيته أو وعدته أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك في مثله يا رب العالمين، وما من شر وسوء صرفته عن أحد من خلقك إلا نرغب إليك أن تصرف عنا مثله يا عظيم. اللهم إن بالمسلمين من الضراء والبلاء والشدائد ما لا نشكوه إلا إليك. يا كاشف الكرب العظام، يا واهب المنن الجسام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا أن نبيك قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الفضل والإحسان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إن عبيدك المنكسرون، إن عبيدك المقصرون، إن عبيدك الأذلاء. اللهم ارفع شأن المسلمين، اللهم اكشف البلاء عن إخوتنا في فلسطين، اللهم اكشف البلاء عن إخوتنا في فلسطين، اللهم اكشف البلاء عن إخوتنا في فلسطين، اللهم اكشف البلاء عنا في سوريا. اللهم لا تدع للظالمين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تدع للظالمين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تدع للظالمين على المؤمنين سبيلا. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، وقد قلت فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وإنا ندعوك أن تستجيب لنا فتكشف ما بنا من ضر، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك. اللهم إن ضعفنا عن نصرة إخوتنا المسلمين فلا تضعف ألسنتنا عن الدعاء لهم، ولا تضعف قلوبنا عن سؤالك لهم. اللهم اكشف الضراء عنا وعنهم، اللهم ارفع البلاء عنا وعنهم، اللهم احسن ختامهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم فك اسراهم، اللهم انتقم ممن ظلمهم. اللهم ان اليهود المجرمين ومن عاونهم قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم صوت عذاب، انك ربنا لبالمرصاد. اللهم عليك بكل ظالم يبغي على المسلمين في كل ارجاء الارض يا رب العالمين.
العالمين. اللهم ارفع شأن المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف كلمة المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، أعزنا يا الله، أعزنا يا الله، أعزنا يا الله. ضاقت البلاد بنا، ضاقت أنفسنا بنا، ولا ملجأ لنا إلا إليك، وحاشا أن تخيب من لجأ إليك، وحاشا أن تخيب من لجأ إليك، وحاشا أن تخيب من لجأ إليك، وحاشا أن تخيب من لزل ببابك، وحاشا أن تخيب من سألك في رحابك. اللهم اجعلنا في العام القادم من حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام وزوار مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه ومحبته، وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولينا ومولانا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا عن أهله إلا إليهم رددته. اللهم إن كثيرا من أهلينا قد سافروا في أرجاء الدنيا، اللهم فاجمع شمل المسلمين على أبنائهم وذويهم، اللهم اجمع شمل المسلمين على أبنائهم وذويهم، اللهم اجمع شمل أبناء المسلمين على أهلهم وذويهم. اللهم لا تشتت قلوبنا في أودية الدنيا ولا تفرق جمعنا فيها. نعوذ بك اللهم أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نبغي أو نبغى علينا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك من إعضال الداء، نعوذ بك من إعضال الداء، نعوذ بك من إعضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن زوال النعمة وفجأة النقمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا بعصمتك، وأكرمنا برحمتك، وتفضل علينا بفضلك، وعد علينا بعوائد جودك. يا من إذا قال للشيء كن فيكون، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من تفضل على عباده بالإحسان، يا من وعد عباده المؤمنين بالجنان. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا إذا وضعنا في قبورنا جوابا لسؤال الملكين. اللهم أنطق ألسنتنا بجواب السؤال. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الدنيا وفي قبورنا ويوم نشرنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة من أهل النجاة. اللهم ارزقنا مرورا كمرور البرق على الصراط. اللهم إذا وقفنا بين يديك فلا تسألنا عن شيء. اللهم إذا سألتنا فأنطق ألسنتنا بالسؤال. اللهم ارزقنا صالح الأعمال التي ترضيك عنا في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه وبمحبته من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين. ولا تحل بيننا وبينه في الدنيا ولا في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه ومحبته، وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. اللهم ألهم أولاد المسلمين الرشاد والسداد. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أبعدهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شابات المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وارزقهن العفاف والطهر والاستقامة يا رب العالمين. اللهم هيئ لشباب المسلمين الأزواج الصالحين، وهيئ لبنات المسلمين الأزواج الصالحين، وهيئ لكل واحد منا ما تعفه عن الحرام يا رب العالمين من رزق ومال وعيال وأولاد وأموال يا أرحم الراحمين، تكفنا بها عن سؤال الناس، ولا تحوجنا بها إلى السؤال لذليلي خلقك وللمنحرفين من خلقك. اللهم لا تذلنا إلا إليك، ولا تعزنا إلا بالقرب منك. اللهم لا تجعل عزنا في معصيتك، اجعل عزنا في طاعتك، اجعل عزنا في القلب منك، اجعل عزنا في التوجه إليك. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ويسرا عاجلا ونصرا مؤزرا. اللهم إنك تعلم في هذه الساعة المباركة وفي كل لحظة وآن، تعلم كل واحد منا ما يسأله ويطلبه، فأعطي كل واحد منا سؤله وطلبته، فأعطي كل واحد منا سؤله وطلبته، فأعطي كل واحد منا سؤله وطلبته، ولب من فضلك حاجته، وأعطه من فضلك ما يغنيه عن من سواك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا مالا ووفقنا لوضعه في الخيرات. اللهم ارزقنا مالا ووفقنا لوضعه في الخيرات. اللهم ارزقنا مالا ووفقنا لوضعه في الخيرات. وارزقنا أولادا واجعلهم من الصالحين، وارزقنا ذرية واجعلها من خيرة العباد. اللهم وارزقنا كل خير يقربنا إليك، وأعذنا من كل شر يبعدنا عنك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اغفر لها وتولاها. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وصلة أرحامنا، وحسن جوارنا، وحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، فحسن أخلاقنا، فحسن أخلاقنا، ويسر أرزاقنا، وهيئ لنا الخير حيث كان ثم ردنا به يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من إخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا في كل عام نفقد من إخواننا وأرحامنا من يسبقنا إليك. اللهم فارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم أسكنهم جنات النعيم. اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم إن إخوة لنا في مسجدنا هذا وفي غيره قد سألون الدعاء. اللهم فأعطهم كل واحد سؤله ومطلوبه. اللهم قد حسنوا الظن
الظن فينا وسألونا أن ندعو لهم، وإنا عباد مقصرون ولكن حسنوا الظن فينا، فنسألك الخير لكل من سألنا الخير، ونسألك البركة لكل من سألنا الدعاء، ونسألك التوفيق لكل من حسن بنا الظن. اللهم أعط كل من سألنا الدعاء من فضلك ما يغنيه عن فضل سواه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة على دينك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهادة حق نلقاك وأنت راض عنا بها يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا رجوناك ونحن موقنون باستجابة الدعاء، ونحن موقنون باستجابة الدعاء، ونحن موقنون باستجابة الدعاء، فإنا ندعوك وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، رجوناك ولم نرجو سواك، وعبدناك ولم نعبد سواك، ووحدناك ولم نوحد سواك، وتذللنا لديك ولم نتذلل لأحد سواك، وانكسرنا بين يديك ولا ننكسر لأحد سواك، ورجونا فضلك ولا نرجو فضل سواك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأرباب الحقوق علينا ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء، ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. وصلى الله العظيم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.